يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاج يحييكم من الجزائر، أهلا وسهلا بكل أعضاء المجموعة الكرام على الفيسبوك والواتساب واليوتيوب. أمس كنا قد استعرضنا كيفية تشغيل الهاتف بالبصمة، واليوم بفضل الله سنستعرض كيفية تشغيل الهاتف بالوجه. هي مسألة سهلة وبسيطة. على بركة الله نذهب إلى الإعدادات، المجلد الصفحة والإعدادات، الإعدادات ننزل إلى الإشعار والمزيد الأمان، ندخل إلى الأمان، نسحب الأمان، أمان إيش؟ تأمين إيش؟ التأمين يعمل زود معلومات المال سمارت لوك، سمارت لوك هذه الخيار هذا اللي ندخل له بواسطته نستطيع أن نشغل الهاتف بالوجه أو فتح الهاتف بالوجه أو نديفيروي الهاتف بالوجه. ندخل إلى سمارت لوك، عدنا هنا، يرجى إدخال كلمة المرور أو بصمة معروفة، يرجى إدخال كلمة مرور أو بصمة معروفة. أنا راني داير تشغيل الهاتف بالبصمة للأمانة، وباش نزيد ندير له تشغيل الهاتف بالوجه. أمس كنت استعرضت عن بالفيديو، لكن اليوم بالأوديو متعمد لي أسمعكم كيفية لما يقلق الهاتف ويفتح، لأنه لما نكون نسجل بالفيديو لما يقلق ينقطع التسجيل. نعم، ندير له البصمة. الإعدادات، نعم، فتح الهاتف بالبصمة، نسحب سمارت لوك، سمارت لوك، المزيد من الخيارات زر، المزيد من الخيارات ما فيها حتى شيء، اكتشاف الجهاز أثناء حمله، الأماكن الموثوق بها، الإبقاء، الأجهزة الموثوق بها، إضافة جهاز للإبقاء على هذا الجهاز، مطابقة الصوت، إعداد ميزة مطابقة الصوت، هذه نتاع الصوت وما تخدمش هذه صراحة، أنا ما خدمت ليش. وجه موثوق به، إعداد التعرف على الوجه، نعم وجه موثوق به، ندخل إلى وجه موثوق به، نسحب تذكير، تذكير، تعود مطابقة الوجه أقل أمانا من استخدام النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، يمكن لمن يشبهك إلغاء تأمين هاتفك، يتم الحفاظ على خصوصية البيانات المستخدمة للتعرف على وجهك في هاتفك. هذه معناها واش قال لنا، قال لك معناها قد يكون شخص يشبه لك معناها يستطيع أنه يفتح الهاتف. أنا جربتها مع الإخوة تاعي ومع الأقارب وما تفتحش، جربتها، ما عينا لبسوا النظارات نتاعي، لبسوا القبعة نتاعي، لبسوا كل ما تفتحش معناها، إلا أنا اللي تفتح التليفون بالوجه نتاعي، خاطر جربتها قبل ما ندير الاستعراض. إلغاء زر، إلغاء، إعداد زر، إعداد، ندخل إلى إعداد، نسحب ابحث عن مكان داخلي ليس شديد السطوع ولا شديد التعتيم، ارفع الهاتف إلى مستوى العين. هنايا قال لك ارفع الهاتف الى مستوى العين قبل ما تفوت لي الاجراءات المواليه، معناها يعطيك قبل ما تدير واش تدير، معناها ترفع الهاتف الى مستوى العين باش يهز الوجه نتاعك كامل. الغاء زر، الغاء، التالي زر، التالي، ندير له التالي، ندخل الى التالي. الان راه الوجه نتاعي يبان في دائره في منتصف الشاشه، نسحب، انا نشد التليفون باليد اليسرى ونسحب باليد اليمنى. عليك توضيح وجهك، عليك توضيح وجهك، نجي الى بلاصه منيره مضيئه، نخرج الى الخارج، نسحب معاينه الكاميرا، معاينه الكاميرا، انتهى الاعداد، انتهى الاعداد. لالغاء تامين هاتفك ما عليك الا تشغيل الشاشه والنظر الى الكاميرا. نعم. سيتم الغاء تامين هاتفك بعد ان يتعرف عليك. إذا لم يتم التعرف على وجهك فيمكنك إلغاء التأمين باستخدام النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور بدلا من ذلك. التراخيص زر، تم زر، ديرو تم، الآن راه تم لأني نسجل ما قراليش معناها، ما قاليش معناها يتم، تم العملية بنجاح لأنها تتعارض مع التسجيل وأنتم تعلمون ذلك. وجه موثوق به، المهم نخرج من الخيارات هذه، دوك راني في الشاشة الرئيسية،
دوك الان راني باش نقلق الهاتف باش معنا باش معناها نكادنيه. الان راه الشاشه متوقفه. نفتح معنا نضغط على بوتو الباور. ادخل كلمه المرور، ادخل كلمه المرور او بصمه. الان راه تفتح الهاتف بلا ما ندير البصمه. فتح الهاتف، راه الهاتف مفتوح او جوجل. بحث بقلة. البحث الصوتي. نعم. زر. نعود نقلق الهاتف. الان نورمالمو يقول لي الناطق راه الشاشه مغلقه، لكن هي تتعارض مع التسجيل وانتم تعلمون ذلك. الان لما نضغط على بوتو باور يقول لي ادخل رقم معناها الرقم السري او البصمه. انا داير البصمه وداير الوجه. الان هاي ننظر للشاشه، نضغط يفتح الهاتف. ادخل كلمه المرور او تراجع. ادخل كلمه المرور او بصمه الهاتف. نعم، ونجرب لكم بالبصمه. لان يامس صراحه ما دلناش هيدا نحبس على البصمه. ادخل كلمه المرور او بصمه. افتح بالبصمه، بالبصمه او بالوجه. فرضا نقلق نقلق معناها نقلق الشاشه وما نصدش انا للهاتف، نصد مثلا الى الجدار مثلا. تراجع. ادخل كلمه المرور او بصمه. الهاتف ما تفتحش. لو كان نخزر له كما هكذا كذلك ما يتفتحش، لانه خلاص معناها لانه اول ما يفتح الهاتف لازم ينظر الى وجهك مباشره. نقلق ونعاود نفتح. ادخل كلمه المرور او ادخل كلمه المرور او بصمه الهاتف. نعم. بحث المجلد خاص. المهم هذه الطريقه. لا تنسوا في الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد، وضعوا لنا تعليقا إن أمكن ذلك. تحياتي لكم ونلتقي في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.